وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس. دكتور، خطوة استراتيجية اتخذتها مصر لاستخدامات الطاقة النووية في المجال السلمي، تأثير هذه الخطوة على عمليات التنمية المستدامة والاقتصاد في مصر؟ الحقيقة يعني قضية الطاقة النووية هي في الأساس ليست فقط قضية تأمين احتياجات الطاقة بالنسبة للأجيال القادمة كجزء وهام جدا من عملية التنمية والتنمية المستدامة التي تتواصل ما بين الأجيال، ولكن أيضا هناك شق آخر هام جدا ألا وهو أمن الطاقة، والتي يمثل الأمن القومي المصري. بمعنى إيه؟ بمعنى أن السنوات القليلة الماضية كان هناك رؤية، يعني دولة كان لها رؤية أن بسبب تداعيات التغيرات المناخية واتجاه العالم كله، المجتمع الدولي، إلى يعني الانصراف بعيدا عن والتحول التدريجي من الوقود الأحفوري إلى طاقة جديدة ومتجددة، الدولة الحقيقة قررت في أكثر من وثيقة استراتيجية وفكر استراتيجي لها أن هي مزيج الطاقة لديها يكون متنوع، هناك تنوع في مزيج الطاقة على أن تزداد نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث تصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، الطاقة المركبة في مصر في عام 2030. وطبعا دي يعني طفرة كبيرة جدا، وبتدخل فيها الطاقة النووية. فإحنا الطاقة النووية مش بس بنبص على أن هي فقط يعني عنصر هام جدا لتأمين احتياجات الأجيال القادمة وما يطلق عليه بالتنمية المستدامة، ولكن أيضا يهمنا جدا أن هذا يعتبر جزء من أمن الطاقة، لأن الدولة عايزة توفر الطاقة، والطاقة تبقى شكلها إيه في السنوات القادمة بسبب التغيرات المناخية، هتكون طاقة جديدة ومتجددة. وبالتالي كان هناك يعني برغبة قوية وقرار صائب من الدولة ان هي تتجه الى الطاقة النووية لما فيها ليس فقط يعني تأمين للطاقة وانخفاض في اسعار انتاج الكهرباء، ولكن ايضا الاعتبارات البيئية كانت هامة جدا جدا جدا، ودي طبعا بتعتبر اضافة قيمة جدا يعني لمسيرة الامن الطاقي في مصر التي الى جانب اجراءات الامن والسلامة. بالطبع طبعا يا فندم، اجراءات الامن والسلامه احنا سالنا في هذا الموضوع كثيرا وبحثنا فيه كثير، لقينا الحقيقه ان مصر كان من اهم الامور التي كانت تتفاوض عليها هو طبعا السلامه والتامين، خاصه بسواء المخلفات اللي هي هتنتج عن هذا المفاعل او تامين المنشات الى اخره، ودي كانت حاجه اولويه قصوى. واحنا كلنا الحقيقه كان في حوارات كثيرة، والحمد لله اطمأنينا أن هناك الكثير من الاعتبارات والمحاذير التي تطمئن المواطنين في هذا الصدد. نعم دكتور، التأثير ليس فقط في مجال استخدام الطاقة النظيفة أو مؤثرات بيئية إيجابية في ظل تغيرات مناخية، لكن أيضا توفير فرص العمل، التعاون المصري الروسي ونقل هذه التكنولوجيا في الداخل المصري. طيب يا فندم، هو دلوقتي حضرتك احنا لما بنجيب هذه التكنولوجيا الى مصر لاول مره، احنا بنعتبر ان هناك نقل للمعرفه ونقل للنو هاو ونقل لهذه التكنولوجيا حتى توطن في مصر. يعني احنا بنبتدي عمليه جديده في موضوع البحث والتطوير والبحث العلمي في مجال الطاقه النظيفه والطاقه النوويه على وجه التحديد. فليس فقط احنا مش بنجيب مجرد يعني تكنولوجي بنجيبها، لكن ايضا نمصر هذه التكنولوجي مما يتناسب مع ظروفنا وخصوصيتنا في مصر، وايضا كيف يمكن ان يكون لدينا كوادر فنيه وكوادر بحثيه تقدر ان هي تبحث في موضوع كيف يمكن تطوير هذه التكنولوجي بما يتماشى مع ظروفنا واحتياجاتنا المستقبليه، وبحيث ان احنا تبقى دي جزء من القاعده العلميه والبحثيه في مصر. فهو الحقيقه يعني هي لها اكثر من بعد، ولكن انا شايف ان وجود هذه التكنولوجيا في مصر سيكون له يعني اضافه قيمه وكبيره في البحث العلمي والتطوير والقاعده العلميه في مصر. نعم، في هذا المجال تحديدا كيف ترى مستقبل التعاون المصري الروسي الذي يضرب بجذوره عبر التاريخ ويمتد لسنوات قادمه؟
الحقيقه يا فندم هو روسيا هي دوله عظمى طبعا، يعني مما لا شك فيه، ولديها قاعده علميه ويعني كبيره جدا، وفي عندها جامعات وعندها مراكز بحث كثيره. واحنا تعودنا طبعا ان هناك توازن في العلاقات ما بين الدول. مصر دايما الحقيقه خاصه في السنوات الاخيره يعني ان هناك توازن في علاقتنا مع المجتمع الدولي والمجتمع الخارجي. ومع وجود علاقات طيبه مع روسيا ونقل مثل هذه المعارف والتكنولوجيات الى مصر وعلاقات طيبه في التعاون الدولي، احنا بنتكلم من خلال حضرتك منظومه التعاون الدولي، ان مصر لديها منظومه للتعاون الدولي مع كافه الدول، وبنحاول ان احنا يعني كيف يمكن ان احنا يعني نقدر ناخد افضل ما هو هناك من كل دوله، يعني كل دوله لها يعني ميزه نسبيه، فنقدر ان احنا ناخد مثلا مفاعلات نوويه من روسيا، نقدر ناخد طاقات اخرى من الصين، نقدر يعني التوازن والتعاون الدولي في ضمن فكر التنوع في العلاقات والتوازن في العلاقات مع الدول الكبرى، ده اعتقد ان دي يعني هتدينا نتائج كثيره جدا، خاصه في مجال البحث العلمي والتطوير، وازاي ان احنا ناخد المدارس الفكريه الموجوده. المدارس العلميه حضرتك بتتنوع من دوله الى اخرى، فاحنا عايزين كيف يمكن ان يكون في مصر عده مدارس علميه وفكريه كثيره، ولا نركز على مدرسه علميه واحده، وده المهم قوي ان احنا نتنوع. خاصه انه المشروع القومي الثاني في التعاون المصري الروسي بعد السد العالي هي المحطه النوويه بالضبه. مظبوط يا فندم، وطبعا زي ما حضرتك عارفه ان احنا كنا بنتكلم على الاتحاد السوفيتي في الخمسينيات، ولكن حصل تطور كثير جدا في العالم وفي العلاقات الدوليه، واصبحنا الان نتكلم على يعني تعاون بشكل اخر، وتعاون يعني احنا مصر عضو مهم جدا في المنظومه الدوليه وفي المجتمع الدولي، واعتقد ان شاء الله ان دي تبقى باكوره يعني تعاون كبير جدا ما بين مصر وروسيا والدول الاخرى ايضا كثيره، في برضه في مضمار التعاون العلمي وتوطين التكنولوجيات. نعم. في مصر والطاقه الجديده والمتجدده. دكتور علاء سرحان، استاذ اقتصاديات البيئه بجامعه عين شمس، جزيل الشكر.